سافر اي دوله اوروبيه اي دوله ولكن عن طريق مكتب بدون سفاره. تابع الفيديو للنهايه يا صاحبي. السلام عليكم ورحمه الله، يا رب تكونوا بخير. لو بتدور على سفر او دراسه او هجره او استثمار او لجوء فانت في المكان الصحيح. انزل اشترك في القناه وفعل الجرس وتابع الفيديو للنهايه. النهارده هكلمك يا صاحبي ازاي تدخل اوروبا بدون ما تروح السفاره، اي دوله اوروبيه، ولكن الدخول هيكون عن طريق سفاره ايطاليا، بمعنى ان انت هتقدم فيزا شنغن الى دوله ايطاليا بدون ما تروح السفاره. ازاي يا عم علاء؟ بص يا صاحبي، في مكتب اسمه VFS، ده سفاره ايطاليا مدياله وكاله رسميه انه يجيب تاشيرات من جميع دول العالم. المكتب له فروع كتير في مصر وفي الامارات وفي السعوديه، اسمه VFS جلوبال. ماشي يا صاحبي. الاوراق المطلوبه ايه؟ الاوراق المطلوبه كشف حساب البنك وخطاب العمل HR وحجز الطيران وحجز الفندق، وتكون الحجوزات كلها مؤكده، وتعمل التامين الطبي. ولكن ازيدك من شعر بيت، لازم تعمل حاجه اسمها شهاده تحركات وتعمل الفيش والتشبيه. اوضح لك الامور اكتر يا صاحبي. بص يا صاحبي، مكتب VFS جلوبال تقدر تقدم الاوراق هناك وبيجيب لك تاشيره الشنغن لدوله ايطاليا وتسافر ايطاليا، وتقدر بعد ايطاليا تخش 26 دوله بموجب تاشيره الشنغن. ولكن اللي اقل من 18 سنه انصحه ما يقدمش في المكتب، لانه هياخد رفض ويخسر فلوسه. السن لازم تكون فوق 25 سنه وتكون راجل شغال وراجل عندك كشف حساب بنك كويس، في حركات سحب وايداع لاخر 6 شهور، وتعمل الحجوزات بتاعتك مؤكده الطيران والتامين الطبي، وبرضه حجز الفندق يكون مؤكد، وتقدم الاوراق في المكتب وما تحتاجش تروح للسفاره ومفيش مقابله للسفاره نهائيا. اللهم بلغت اللهم فشت. اشترك في القناه وفعل الجرس وادعمني باللايك، وانتظرونا في الحلقات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله.